السلام عليكم خوتي الإخوة الأخوات، كلشي بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم موضوع جديد جبرتوني في القهوة، جالس قهوة ديما في كان منكم اللايفات، وش هنقول لكم قضية فيها الموسيقى الكوبي رايت الله أعلم. المهم نعمل لكم فيديو قبلوها لي هو هذاك، ما قبلوها لي شي نعاود لكم، عاودنا وباخر ان شاء الله. المهم الناس كتجاوبني كتسقسيني بزاف في ميسنجر وفي واتساب على شهاده السكنه، كيفاش نعملوا شهاده السكنه، شنو هما الايجابيات والسلبيات. المهم هادشي كامل غنجمعكم ان شاء الله في واحد الموضوع اللي بتحالي وانا كنحاول نهضر فيه، وجات الفرصه اللي ما نهضر فيه ان شاء الله. المهم شهاده السكنه اخوتي كما كتعرفوا راه هو اول حاجه مهمه الانسان في هاد الارض هذه باش كتثبت بلي انت عايش في اسبانيا. المهم الانسان كيجي اسبانيا وعاول يستقر سواء بالفيزا سواء حارك، غادي اسبانيا وغيبغي يستقر في اسبانيا، يعني اول حاجه خصو يديرها، هذا راه كلشي كيقول لكم، اول حاجه اللي يقدر يعمل هي شهاده السكنه. يعني شهاده السكنه راه كتخول لك بزاف د الحوايج. مثلا واحد الانسان غادي يجي اسبانيا ما عندوش الورق ولا عنده الفيزا، جا عندو عائلته، عندو خاه، عندو أصدقائه. المهم الناس اللي تقدر تعملو شهادة السكنة لابد يعمل شهادة السكنة، حيتاش هاداك هي الانطلاقة، يعني الانطلاقة ديالك في هاد الأرض هادي. يعني كيبدا العد، هادي كتعمل شهادة السكن كتولي انت ساكن في هاد البلاد هادي، يعني انت مقيم واخا قانوني واخا ياخا عندكش الوراق وهادي، ولكن انت مراك ساكن، عندك الحق في السكن. وكما قلت لكم باش تعمل شهاده السكنه راه كاين بزاف ديال الحالات، كاين اللي كتجي كيلقى السهوله، كاين اللي كيلقى الصعوبات. اللي كيلقى السهوله هو الانسان اللي عنده مثلا الاخ ديالو ولا الاخت ديالو ولا الاصدقاء مقربين، ولا عنده مثلا والديه، ولا عنده مهم ناس مقربين اللي يقدروا يوقفوا معك تعدي شهاده السكن. يعني غتجي تعمل شهاده السكنه يعني وما عندكش الوراق، خصك شي واحد تكون ساكن معاه يمشي معك. حنا نهضروا في هذه القضيه، هذه النقطه خاص نهضركم عليها بالضبط. الانسان ملي كيجي اسبانيا كيبغي يعمل شهاده السكنه كيسكن مع عائلته مثلا ولا خا ولا شكون ما كان، كيبغيو يعملوا شهاده السكنه اش كيعملوا؟ كيديوك للبلديه ايونتامينتو سواء يكون بويبلو ولا مدينه، كتمشي للبلديه كيديو معاهم العقد ديال العمل. سمحوا لي اخوتي موسيقى كتلفني، العقد ديال الكرة كدي معهم كونتراتو ديال الكيلر، هو العقد ديال الكرة زائد الموافقة ديال مدة. هادي خصكم تعرفوها، راه حنا في 2019 هذا هو القانون اللي كاين، راه 2018 كان هذا القانون كاين. شحال هادي كانوا كيعملوا الناس شهادة السكن، انا مثلا عندي كاري الدار غنمشي للبلدية غنقول غنمشي عندهم غنقول لهم السيد راه ساكن معايا صافي كيعملوا لك شهاده السكنه. من بعد شافوا التخاويض قالوا اجي نبدلوا القانون، بدلوا القانون ولاو خصك تجي معاك الكونترا ديال الدار. مثلا غنجيب الكونترا ديال الدار غنمشي للبلديه غندي معايا خاي ولا شي صديق ديالي ولا شي واحد غنعمل له شهاده السكنه. دابا لا، دابا اسبانيا كامله ملي كتجي تعمل شهاده السكنه لابد تجيب الكونترا ديال الدار زائد الموافقه د مدة. انا مثلا كاري الدار عندي الكونترا باش نسجل معايا شي واحد خصني نجيب الكونترا ديال الدار زائد اوتوريزاسيون ديال البروبيتاريو ديال لا بيبيندا او ديال لا كاسا. المهم الموافقه ديال البروبيتاريو ديال لا بيبيندا يعني دمول الدار. يعني عاد كتمشي للبلديه كتدخل عندهم كتديهم الكونترا كيقول لك جبتي الموافقه دمول الدار، كتجيب لهم شي ورقه مثلا مكتوبه فيها انا فلان 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 كنوافقنا فلان يسكن مع فلان اصدق، فهمتي، كيعملوا لك شهاده السكنه. ولكن واحد الحاجه، المهم اخوتي كتيهم ديك الورقه ديال مول الدار باللي كيوافق لك كيعملوا شهاده السكنه. ولكن باش تعرفوا راه كاين بويبلوات وكاين المدن، يعني الفرق بين كاين بويبلو ومدن، يعني في المدن كتلقى شويه الصعوبات وفي الفيلاجات في بويبلوات كتلقى شويه السهوله. علاش؟ نهار اللي غتمشي تعمل شهاده السكنه مع شي واحد تقدر تتصل بمول الدار في التليفون، مثلا انت غادي البلديه غادي معك الكونترا غتمشي عند الناس البلديه غتقول لهم انا غنسكن معايا الفلان هذا، تعيط غير في التليفون مول الدار. بويبلو بحال فيلاج كيكونوا الناس ديالهم معروفين،
كتعيط للمدير كتقول له كذا وكذا كيهضر ما كيقول له انا موافق له. انا وقعت لي فهمتي كنت فيتوريا فواحد بويبلو غير مكالمه هاتفيه تسجلت في مدينه كبيره كتلقى شويه الصعوبات علاش كيكونوا البشر بزاف كيكون تخرويط وبزاف الحاجات. المهم حنا نشوفوا الانسان ملي كيعمل شهاده السكنه يعني كيجيب الباسبور ديالو ولا خصكم تعرفوا هادي ولا البيرمي ديالو ديال المغرب ولا بطاقه وطنيه اي ورقه كتثبت الهويه ديالو تكون فيها الصوره ديالو رقم بطاقه ولا رقم ديال الباسبور. مهم اي وثيقه اللي تثبت هاد الشخص هذا ماشي ضروري كل باسبورتين. مثلا انت عندك بطاقه وطنيه ما عندكش الباسبور طلعت القنصليه تعدل الباسبور قالوا لك خصك تجيب شهاده السكن انت ما عندكش جيب الضامن ما عندكش غتمشي للبلديه بطاقه وطنيه ديالك غتمشي معك مثلا الاخ ديالك ولا المهم الشخص اللي غيملك شهاده السكنه موافقه المدار موافقه بروبيتاريون. وداك انا بروبيتاريون هو نيت اللي غيعملك شهاده السكنه ما كيحتاج حتى شي حاجه. مثلا انت عندك خاك ولا عائلتك عندك خاك ولا عائلتك عندهم الدار ديالهم عندهم يعني في اسمهم هذوك ما كاين هذاك تسمى غير هما كافين غيمشيو معك البلديه غيعملوك شهاده السكن سواء بطاقه وطنيه ولا اش كيسميوها رخصه السياقه ديال المغرب ولا بالباسبور غتعملوك شهاده السكنه وكتعمل شهاده السكنه. يعني المهم دابا حاليا نقول لكم كاين الكونترا ديال الدار الشخص اللي كاري الدار غيعمل غيجيب الكونترا ديال الدار زائد رخصه ديال المدار موافقه ديالو اللي كاري له زائد الشخص اللي غيعمل شهاده السكنه كتدخلوا البلديه. هاد شهاده السكنه خوتي نهار اللي كتدخل من كتجينا اسبانيا كتعمل شهاده السكنه كتكون تينا محسوب على ديك المنطقه اللي ساكن فيها سواء ديك المدينه ولا ديك البويبلو ولا ديك الفيلاج كيكون عندك الحق بزاف د الحاجات. عندك الحق تعدل بطاقه للمكتبه الخطه ديال البيبليوتيكا تقدر تعدلها علاش البيبليوتيكا كتكون محسوبه على ايونتامينتو يعني محسوبه على البلديه يعني تقدر تمشي للبلديه ايونتامينتو تطلب بطاقه ديال المكتبه وتبقى تدخل بها تريح في البيسي تقرا الكتوبه طالع. المهم عندك الحق اخوتي في المدرسه تمشي تقرا في المدرسه علاش انت في داك البويبلو هذاك نهار اللي كتكون ساكن داك البويبلو كتكون ليتينا من داك الناس واخا ما عندكش الورق ولكن عندك الحق في الحاجه البوبليكو كامله تكون تدخل لها وتاكتيفها فيها. عندك الساعه عندك حق في المساعده الاجتماعيه تمشي عندها حيتاش المساعده الاجتماعيه الا مشيتي عندها تطلب منها شي مساعده ولا شي حاجه لابد تكون ساكن في داك البويبلو ولا ديك المدينه خصك تكون من داك الناس ديال داك البويبلو حيتاش هذاك كامله جماعه واحده كتحسب بلديه واحده. شنو يا اخو هادشي حنا نهضروا على الايجابيات ديال هاد شهاده السكن. واحد الحاجه ديك شهاده السكن اخوتي راه ما كاينش اللي الشخص اللي غيزول لك شهاده السكن مادام انت ساكن وعندك شهاده السكنه ما كاينش شي واحد يزول لك شهاده السكنه الا في حاله مشيتي بحالك وجا مول الدار ماشي جا اللي كاري لك اللي ساكن معاه مول الكونترا لا مول الدار هو اللي يقدر يعمل لك باخر. اما اللي عنده الكونترا ديال الكرا ما يقدرش يجري عليك تحتيجي مول الدار الا في حاله لا عيط مول الدار قال له الو هذا السيد فلان راه مابقى ساكن معايا الساعه هو كيجي بالبلديه كيعمل واحد التكست كيكتب لهم انا فلان 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 ما بقاش ساكن في هذا الدار الى اخره. هذاك الورقه هذاك كتبقى في التراميتي لمده ما بين 4 شهور حتى 6 شهور عاد كطيح باخا من اسبانيا كامله كيعطيوك ديك المده ديال 4 شهور 6 شهور كيخليوك في التراميتي في حاله لا انت مثلا تحولتي لشي بلاصه اخرى وبدلتي شهاده السكنه. حيتاش بلديه دابا اي بلديه عندها حاجز يعني عندها اسرار ديالها ما يمكنش شي واحد يدخل يعرف اسرار ديك البلديه. مثلا انت مثلا عندك الفيزا طالع هو ديال المغرب وديجا عملتي شهاده السكنه في شي مدينه وهاوتي المغرب عاود دفعتي فيزا ما غادي يعرفوك انت ما عامل شهاده السكنه ما غاديش يعرفوك. الحاجه اللي كتعرف فيها شهاده السكنه هي اللي كتكون شي حاجه خطيره شي حاجه متبوعه من عند الدوله مثلا شي واحد
كيبقشوا عليه لا شارجي، كيصيفطوا الايميل مثلا لجميع البلديات على كيبقشوا لهذاك الشخص هذاك باش كيعرفوا السكن ديالو. ساعتك هذا كتكون حاله طريقه راه كيجاوبوا. اما انت عام شهاده السكنه وتحولتي لشي بلاصه اخرى راه ما كاينش اللي ساقسي فيك. الحاجه الوحيده كتكون مثلا ساكن في هذه المدينه وتحولتي مدينه اخرى، ملي كتمشي مدينه اخرى واخا ما تعملش شهاده السكنه تما راك باقي مشجع في البلاصه القديمه. علاش؟ ما هذاك اللي سكنتي ساكن معاه ما يقدرش يعمل لك شي باخه، ما يقدرش يخرجك يجولك شهاده السكنه الا واذا جا موظف كما قلت لكم. وعاد خصو يستنى، كتبقى يعني في واحد الانتظار، كيبقى في واحد تراميتي. انت اللي كتمشي لبلاصه اخرى وجبرت تكون عامل لك شهاده السكنه، كتمشي لك بلديه اللي كتدخل عندهم كيقول لك فين كنتي ساكن شحال هذه، كتقول لهم انا كنت ساكن في المقطع فلاني. اش كيوقع ديك الساعه؟ كيصيفطوا الايميل جيميل، كيصيفطوا ايميل في السيستيما ناسيونال، كيصيفطوا الايميل لديك البلديه القديمه. الساعه كيطيحوا كطيح باخه في مدينه قديمه كتصبح في مدينه اخرى الطا، فهمتوني؟ وبالنسبه لكنتي مثلا ساكن في واحد البويبلو وتحولتي نفس البويبلو، يعني انت في ديك الفيلاج هذاك نفس القريه من دار لدار، يعني كنتي في دار عندك شهاده السكنه وجاتي دار اخرى في نفس البويبلو، يعني كتبقى لك نفس اقدميه. الاقدميه ما كتضيع لكش. مثلا كنت جيتي تسكن في ديك البويبلو 2019 في شهر واحد وشهر خمسة تحولتي لدار اخرى ولكن في نفس البويبلو، اش كيعملوا هما؟ كيزولوا لك كامبيو دي دوميسيليو. كامبيو دي دوميسيليو هي غيرتي العنوان فقط، كيمشيو كيبدلوا لك العنوان ديال لادريس، ولكن تحت كتبقى لك الاقدميه ديالك في ديك الفيلاج. فوقاش كتمشي لك الاقدميه ديك الفيلاج حتى كتخوي ديك الفيلاج ومشي تسكن شي فيلاج اخر ولا شي مدينه اخرى. المهم هادشي اخوتي الايجابيات. وحاجه اخرى خصكم تعرفوها، لاي بلديه في اسبانيا لما كنتي كتجي تخرج شهاده السكنه عليه عامين كتصيفط لك البران العنوان ديالك باش كتجي تعمل ديماند، تجي تفيرمي تبوانتي بلي انت راك باقي ساكن. شحال واحد كتلقى عامل شهاده السكنه وما كيجيش يخرج شهاده السكنه، ما كيبانش في البلديه. المهم كتوصل عامين وخانا ما كيجيش كيصيفطوا له البران الدار مثلا، كتكمل عامين كيقول لك هاد الشهر هذا خص عندك شهر، هاد الشهر هذا خصك تجي تعمل رينوفاسيون. لما جيتي تدير رينوفاسيون غطيح باخه من اسبانيا. حاجه اخرى، الانسان ما يمكنش انا بيدي انا شخصيا ولا انت انا غنمشي لبلديه غنقول لهم انا ما بقيتش ساكن هنا خصكم تعملوا لي باخه، ما غيعملوا لكش باخه، غيقول لك ما يمكنش نعملوا لك باخه حتى تبادرونا في شي بويبلو اخر ولا شي مدينه اخرى. علاش؟ حيتاش في اسبانيا ما يمكنش تبقى بلا شهاده السكن. انت مادا ساكن هنايا يعني خصك تتحول لشي بلاصه اخرى وتعمل شهاده السكنه تما، عاد مسحوك من هنا. عاد تمشي عندهم تقول لهم انا ما بقيتش ساكن هنايا وهادي، ما يمكنش يزولك شهاده السكنه، مستحيل. انا قلت لكم شهاده السكنه يقدر يزول لك مول الدار، ماشي اللي كاري الدار، مول الدار اللي عنده الملكيه هذاك هو اللي يقدر يزول لك شهاده السكنه، ولكن في واحد المده يبقى في الانتظار في تراميتك، كتبقى في البحث. وبالنسبه انت تقدر تعدل باخن راسك في حاله واحده، هي الا كنتي غتمشي اكسترانخيرو، يعني غتبدل الدوله، كتمشي عندهم بلديه كتقول لهم انا غنمشي في حالي من اسبانيا ما غنبقاش في اسبانيا، كيعملوا لك باخه كومبليتامينتي من اسبانيا، ما كتبقاش في اسبانيا، صافي كطيح باخه من اسبانيا. وحاجه اخرى، الناس اللي بلاك وارك اللي كتعمل على حساب كنضرب الحساب على حساب الريغو سوسيال ديال 3 سنين، يعني الاقدميه ديالك ما كتضيعش. الا كنتي في نفس البويبلو كتبدل الديار الاقدميه ديالك كتبقى لك في ديك البويبلو، او لما مثلا كتحول لشي مدينه اخرى، مثلا كنتي في برشلونه جيتي في حالك بيلبا ولا جيتي في حالك او تي في حالك مالاغا، واخا كتبدل شواهد السكن ولكن الاقدميه كتبقى لك، كيبقاو لك بروبات ديال 3 سنين. مثلا كنتي هنا في 2018 كنتي في برشلونه، 2019 كنتي في بيلبا، 2020 غتكون مثلا في مالاغا. شنو هو نهار اللي كتدفع الوريقات ديالك؟ كتدفع في البلاصه اللي انت عندك فيها شهاده السكن، حيتاش مثلا كنت انت عندك اخر شهاده السكنه عندك في مالاغا غتدفع في مالاغا، عندك اخر شهاده السكنه في مدريد غتدفع في مدريد. هادشي اللي كنقول لكم ايجابيات. المهم هادو على السلبيات.
السلبية أخوتي هي مثلا كتكون تينا ساكن في شي بلاصة في شي بويبلو وما عندكش شهادة السكنة كتضيع الوقت. يعني أنا ساكن هنا جايب 5 شهور 6 شهور وما عنديش شهادة السكنة، اش غادي نعمل؟ غنمشي عند الصليب الأحمر وزغوخة غتقول له أنا ما عنديش شهادة السكنة، ولكن خصك تكون أصلا أكتيفي عندنا، تقول لهم أنا ساكن في هاد البويبلو وآخر آخر. المهم غتحاول تستنى واحد المدة يقدروا يعاونوك يعدلوا لك شهادة السكنة، أولا كاريطاس يعني الكليسلا حتى هادو كيعدلوا شهادة السكنة، ولكن لابد خصك تدرى معاهم واحد المدة مسجل باش تبدا باش تسجل معاهم. شنو غتعمل؟ غتمشي تبقى تقرا اللغة معاهم، تعلم اللغة الإسبانية باش يعدلوا لك في شهادة السكنة، سينو غتبقى هايداك. حاجة أخرى، كاين أخو كيكون ساكن في البويبلو، أنا كنت ساكن مثلا في هاد البويبلو، مثلا نقول لك أنا ساكن مثلا في بورتوغاليتي في بلباو، واخا أنا ساكن في بورتوغاليتي في بلباو، غادي نتحول نسكن مثلا في مدريد، غنمشي لمدريد غنمشي نعمل شهادة السكنة في مدريد، غيقولوا لي فين كنتي ساكن؟ غنقول لهم كنت ساكن في بلباو. لا قلت لهم أنت ساكن في بلباو ما غاديش يصيفطوا لك الميساج، ما غيعملكش باخه في بورتوغاليتي، على حسب انتينا قلتي لهم في بورتوغاليتي، لا انتينا قلتي لهم انا ساكن في بلبا ولكن انتينا ساكن في البويبلو. راه الفرق بين البويبلو راه عنده البلديه ديالو بوحده، وبلباو سينتر عندها البلديه ديالها بوحده. يعني انت لا قلتي لهم انا ساكن في بلبا، هما كيصيفطوا الايميل بلبا بلديه ديال بلبا، بلديه ديال بلبا كتستقبل الميساج كتعملوا غير تشافادو، يعني كيقولوا يمكن هذا غلط صافي كيخليوك هايدك. يعني ما كي كتصدق عملتي شهادة السكنة في بلبا عفوا كتصدق وعملتي شهادة السكنة في مدريد وانت باقي مسجل في بورتوغاليتي، يعني ديك بويبلو في بلبا، يعني انت هذا هي السلبية. علاش كتكون اللي عندك جوج شهادة السكن؟ اسبانيا هادشي غير قانوني اخوتي، راه قليل اللي كيعرف هادشي، هذا راه قليل اللي كيعرفو. كتلقى شحال من واحد عنده 4-5 شواهد السكن، كتلقى عنده شهادة السكنة في برشلونة، عنده شهادة السكنة في مدريد، عنده شهادة السكنة في مالاغا، عندو شهادة السكنة في فالنسيا مثلا. هادشي كيفاش كيوقع؟ انا نقول لكم، يعني انا قلت لكم دابا، يعني الواحد ملي كيمشي كيكون ساكن في شي بويبلو، نهار اللي كيمشي يبدل البلاصه وكيمشي شي مدينه اخرى ما كيعطيهمش المكان اللي كان ساكن فيهم في قديم، حيت البلديه ما كتقدرش تعرفك فين كنتي ساكن الا بالسيستيما ناسيونال. السيستيما ناسيونال هي ملي كتقول لهم انت انا كنت ساكن في المطاع فلاني، ملي كتعطيهم موطع فلاني انا قلت لكم كيصيفطوا الايميل من ديك البلاصه اللي كنتي ساكن فيها، صح كيحيدوك من تما وكيسجلوك هنايا. اما انا قلت لهم مدينه وانت ساكن في بويبلو، اما غيصيفطوش البويبلو غيصيفطوا للمدينه. كتصدق انت عندك شهاده السكنه هنا وعندك شهاده السكنه هنايا، من بعد كتحاول تجي لك مثلا شي خدمه في شي مدينه اخرى، عاود كتمشي مدينه اخرى، عاود كتديهم من نعت غلط، كتولي عندك شواهد السكن في اي بلاصه. وهذا الشيء هذا راه ماشي في صالح الشخص. علاش؟ كيلقى صعوبات في خصوصا في الباسك. مثلا انت في الباسك كما كتعرف بنادم عنده المساعده ديال الامرخنسيا، عنده المساعده ديال الاريخي راه تبع اللامبيدي، واللامبيدي اخوتي راه شحال نقول لكم، يعني بحال اللي كتخدم معاها. يعني انت كتجي كتعطيهم التواصل ديال الكرا، الريسيفوس ديال الخلاص، الكونترا ديال الخلاص ديال الكرا ديال الدار، وكتخلصك معاونه. وانت في ديك الوقت كتجبر عندك شهاده السكنه في مالاغا، الا جات غير شي تشكيمه مثلا مع شي واحد قاقب عليك، مثلا مشى جاب لهم غير شهاده السكن ديالك وجاب لهم حطها لهم، راك غيزولوا لك الاقدميه ديالك في الباسك، وغترجع لك الفلوس كاملين اللي عطاوك، وعاد غتخلص الغرامه. المهم هادشي اللي كنقول لكم الاخوان، يعني سلبيات راه هادشي احسن ما يعملوش بنادم. يعني الانسان ساكن مثلا، انا ساكن في مدريد رجعت ساكن في مالاغا، نهار اللي غنمشي لمالاغا غنقول له يسولوني فين كنت ساكن، غنقول لهم كنت ساكن في مدريد. كنت ساكن في شي بويبلو في مدريد، غتقول لهم ديك بويبلو اللي ساكن في مدريد، باش كيحيدوك من ديك البلاصه القديمه وكترجع لبلاصه جديده. ولكن الهيستوريا ديالك في اسبانيا ما كتضيعش فيها، يعني نهار اللي كتدفع 3 سنين راه هيستوريكو ديالك كامل كيتجمع. فين كنت ساكن في اي بلاصه تقدر تجمع في واحد الورقه واحده، ولا كنت ساكن في شي بويبلو 3 سنين كامله وكتبدل في الديار، نهار اللي كتمشي للبلديه باش كتخرج ديك انفورمي هيستوريكو ديالك، ها كيجبدوا لك التواريخ فين سكنتي، في هذا الدار من التاريخ فلاني الى التاريخ فلاني، يعني الهيستوريا ديالك كامله كيجمعوها لك. وهادشي اللي كاين اخوتي. المهم هذا الفيديو هذا خصص لكم شهاده السكن. المهم شهاده السكنه راه هي الحاجه المهمه الاولى في اسبانيا. علاش؟ كتخول لك بزاف د الحوايج، انا قلت لكم يعني خصوصا في المنطقه اللي انت ساكن فيها،
تعدل بها بزاف الحوايج، تعدل بها الكارطة ديال الطوبيس، تعدل بها الكارطة ديال المكتبة، تعدل بها تقدر تفتح بها الحساب في البنك وتدخل لك المساعدة الاجتماعية. المهم راه بزاف الحوايج كتوفر لك شهادة السكن. وأنا قلت لكم أخوتي يعني الإنسان ديما يجي يحاول يعمل شهادة السكنة، راه هي شهادة السكنة هي كل شيء. خصوصا الناس ديال بويبلوات اللي كتكون ساكن شي بويبلو كتعمل شهادة السكنة كتكون معروف فيه، بعد كيكونوا فيه تسهيلات بزاف داك بويبلوات، ماشي فحال مدينة الاكتظاظ والتخاويض بزاف والشك. يعني تقدر تمشي تعمل شهادة السكنة يعكسوا معاك إلا كنتي مثلا عندك بطاقة وطنية ولا شكيسميوه رخصة السياقة ديال المغرب، راه الناس بهادهم كيعدلوا بطاقة كيعدلوا شهادة السكنة. الفيلاجات راه كتكون باقي الغفلة، أما بنادم كبار كيكون تخاوض كيعرفوا بنادم كيخاوض بزاف هادشي تشاوات السكنة. نتوما شفتوا في ويلبا في أندلسية، هنايا في فيتوريا ماشي بزاف شادوا شي 150 حالة ديال الباكستانيين اللي ما عايشينش في فيتوريا وفي نفس الوقت كيتخلصوا من معاونة الإريخي وهما عايشين في باكستان. المهم أخوتي من أحسن بنادم يمشي ليغال يمشي قانوني واخا ما عندوش الوراق يعمل شهادة السكن ديالو، حتى يسهل عليه ربي ويكمل عنده قانون ديال 3 سنين ويدفع الوريق ديالو. هادشي اللي كاين اخوتي، كنتمنى يعجبكم الفيديو وتهلاو في راسكم ونتشوفوا الفيديو القادم ان شاء الله.